تزوجتم من ابنة عمي ولي منها ولدا، لكني لا أحبها، وأنا كثير الأسفار إلى بلد الخارج لطلب الرزق، وإذا رجعت إلى بلدي يحدث بيني وبينها مشاكل كثيرة، وحيث أنني أنصحها كثيرا بالصلاة لكنها تصلي أحيانا ثم بعد ذلك تترك الصلاة، هل لو طلقتها يكون علي إثم في ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا، معلم بأنني لا أريد منها الإنجاب ولا أريد منها أطفال لشدة كراهيتي لها. هذه المرأة التي لا تحافظ على الصلاة لا يجوز بقاؤها في عصمتي، لأن من ترك الصلاة متعمدا ولو بعض الصلوات يكون كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكفر تارك الصلاة واضح من الأدلة، قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فهذه المرأة لا يجوز بقاؤها في عصمتك إلا إذا تابت إلى الله وحافظت على الصلوات، فإنك تجدد عليها العقد، لأنها إنما صارت مسلمة بعدما حافظت على الصلوات. فإذا كنت تزوجتها وهي لا تصلي أو لا تصلي كل الصلوات فزواجك منها غير صحيح، أما إن تزوجتها وهي تصلي ولكن بعد ذلك حدث منها تضييع الصلوات أو بعض الصلوات فإنها تكون قد خرجت من عصمتك لأنها ارتدت عن دين الإسلام، فإذا تابت فإنك تعقد عليها عقدا جديدا. نعم.